الحمد لله الذي بلغنا منانا، الحمد لله الذي أطعمنا وأسقانا، الحمد لله الذي أسعدنا وآوانا، ومن كل ما سألناه أعطانا، الحمد لله حمد الحامدين، حمدا يتلوه حمد ما تعاقب الليل والنهار، الحمد لله حمدا لا يضاهي، الحمد لله حمدا لا يضاهي حمد، حمدا يملأ السماء والأرض، يملأ ما بينهما ويملأ ما شاء الله بعد، أهل الثناء والمجد أحق وقال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك المحامد كلها، اللهم لك المحامد كلها، أولها وآخرها، لك المحامد تترى، لك المحامد تترى. اللهم اجعل في هذا الشهر عزة للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك في طليعة هذا الشهر الكريم عزا للإسلام والمسلمين، ونصرا للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك في صدر هذا الشهر نصرا، نصرا للمسلمين. اللهم فرج الكروب، اللهم اجمع القلوب، اللهم انصر عبادك الموحدين الغر الميامين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم اجعل في هذا الشهر نصرهم وعزهم وتمكينهم. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك به وبأعوانه وأنصاره، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نشكو إليك بطشتهم، اللهم إنا نشكو إليك تجبرهم، ويا قهار يا جبار انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا
تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.